معركة عنيفة لتحرير البوابة الشرقية للقصر الجمهوري واستكمال تحرير معسكر التشريفات وصولا إلى جولة القصر. مواجهات عنيفة بالأسلحة المختلفة في الجبهة الشرقية بعد إعلان قوات الشرعية عزمها استكمال تحرير مدينة تعز بالكامل وفتح المنفذ الشرقي أمام السكان المحاصرين للعام الثالث على التوالي. تقدمات نوعية، اختراق لكافة حصون وثكنات ومدارس ميليشيات الحوثي والمخلوع، تم الوصول إلى القصر الجمهوري والسيطرة على البوابة الشرقية والبوابة الغربية للقصر الجمهوري. بقيت منطقة أو تبة بسيطة في أطراف القصر الجمهوري في المنطقة الشرقية، نحن بصدد السيطرة عليها خلال اللحظات والساعات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الجيش الوطني وبمساندة التحالف العربي تمكن من السيطرة النارية على خط إمداد الميليشيا إلى تلة السلال المطلة على القصر والمواقع المحيطة من أجل تحريرها خلال الأيام القادمة، كما أعلن عنها الجيش الوطني. فيما شهدت الأحياء السكنية لقصف مدفعي عنيف من قبل ميليشيا الحوثي وصالح مخلفة أكثر من 20 شهيدا وجريحا من المدنيين معظمهم من الأطفال. أصبحت الجبهة الشرقية شبه محررة، تبقى القليل إن شاء الله سلل قريبا القعشة أو تبة المقرمي وتبة القصر. يتم تمشيط القصر الجمهوري وذلك قطع الإمداد على تبة سلال وذلك السيطرة عليه بعد قطع الإمداد عليهم. واشتعلت المواجهات في جبهة الكدحة بالريف الجنوبي الغربي لتعز إثر هجوم واسع للجيش الوطني أسفر عن مقتل 7 من ميليشيا الحوثي وصالح واستعادة تلة العفيرة. تحرير تلة السلال عاملا مهما لتأمين القصر الجمهوري المحرر، ويبدو أن عملية الالتفاف والتقدم باتت قريبة لإعلان 95% من أراضي مدينة تعز محررة بالكامل. بلال الصبري، الإخبارية، من الجبهة الشرقية، تعز.